انا اليوم جايب لكم واحد الهديه عاوتاني جايب لكم واحد ال... واحد الرباح اللي ما غتلقاوش في بلاصه اخرى انا دائما كنقلب المحسنين وكنقلب الناس اللي لاباس عليهم فين يدوزوا العمره وفين يدوزوا الحج انا اليوم في الرباط في الملاح عند واحد السيد انا الصراحه ما بقيت قادر نشوف في هاد المناظر هانتوما كتشوفوا معايا الحاله ديال ديال هاد السيد رجليه كي دايره وكل ادهى من ذلك واللي كثر وهو ظهرو ظهرو كثر من رجليه شتو رجليه كي دايره ظهرو من رجليه هادشي علاش ديري اللي هاد البركه كيرتاح فيها ما يقدرش ي... ينعس على ظهرو لانه كله طيب زيادة على الفتق اللي فيه يعاني كي توفى كي موت عرق بعرق قدام وليداتو هنشوفوا شنو المشكلة اللي عنده معايا الشريفية الزوجة ديال هاد السيد عفاك عودي ليا علي كيفاش كان عايشو وشنو اللي وصلوا لهاد الحاله المكتب ديال الله مسكين كان عايش مزيان كان دير الحانوت ديال الزيتون كيبيع ويشري وخدام على وليداتو ومكتب عليه الله سبحانه الا المرض ها هو شاد الفراش دروك انا اللي كنت كنخدم من قبل راني انا انا حداه ما كاين اللي يقبلو خص اللي يعطي الدواء وخص اللي قعدو ومشلول على واحد الجهه واحد الجهه ميت عليه ما كيوقف ما والو انا اللي مقبلاه مقبلات الدراري كنعطيو هاد الدواء ديالو قا الى لقا... خصك تقلبو خصك تهزو خصك تحطو خصك ت... دي... اي حاجه اللي ما لي مديتيهاش ليه وما ديتيهاش ليه الفم ما كاينش اللي مدها ليه واش مديتوش للسبيطار إيه. على هاد الشيء اللي فيه في رجليه ما 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 شفتوش اطباء دينا السويسي تديونا مع الطبيب لهذا والتحاليل سيد هنا ديال هنا طلع ليها بطيسه تنفخ رجلي تنفخات رجلي تنفخات رجلي تعطرتقات وبقى كيهبط غير المال 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 ما كاين الواد من رجليه. وعينا ما نديرو لي في الدويا دابا التحاليل خرجو قال لك طلع فيهم الميكروب وعاد عاوتاني سنة اخرى درنا ليه دوك في العماد ديال الجاج في السويسي غادي نجيبها ثلاث ان شاء الله نشوفها تا هي كيف دايره وحنا غاديين مع السبيطارات وداك الشيء ما قدا والو صافي داكشي الشيء الله حنا معاه تا يشوف الرجله سيدي ربي كي كديروا في المعيشه دابا المعيشه راه اربع شهور ديال راه مجموعه مضطره كل مره كيعيط قلت فلوسي قلت لي انا فلوس قلت ما عنديش قال لك ضروري خصك تعطيني الفلوس ديالي انا ما انا ما عندي انا داك البلاصه مناش كنترزق الله مناش عايش قلت لي حنا هاد الساعه ما عندنا منين نعطيك ما عندي حتى ريال ما كاين والو الطول ما ما مخلص المام الجيران اللي مشاركوا معاه الماء يقول لك عطونا عطانا فلوس ما عطانا قلت ما ما عندي منا نعطيكم حتى حاجه ما كاينهش صافي ان شاء الله تعالى ما عندكش وليدات كبار اللي يخدموا عليكم اللي ولد والو غادي مسكين باقي يدي باني خ خرج غندو تسعة خرج منها كاع قال ماما بغيت نخدم فاش غيخدم ما كيفاش يخدم حتى حاجة ما كاينش ماشي يعاونكم ماشي يعاون ولد باقي صغير يلاه سبعة عام اللي عنده ولد كبير وصافي هادشي الله عطاه الله كاين لا حول ولا قوة إلا بالله دابا كيخصكم الدويات وليكوش آه ولا وال... واحد الدواء كيشربو ديال ديال الدارة الدموية هذاك ديال سميتو هو يشتي هذاك كيدير سبعة آلاف ريال والآخر كيدير تلت آلاف هاد ل... هذا اللي غيخرج هاد هذا اللي خرجوا لي الباحث من آلاف ريال الا النص خلصنا النص بقى يكريدي عندهم الفرماسية كل مرة كنديو ليه حيت ضروري يشربو قالت لك هذاك هذا الميكروب طلع عليه من من رجل من صبع رجل طلع عليه حتى الفوق كيقطع عليه في الدم قال لي لي في مشاكل اخرى قال لك غي تحيه الاخرى اللي بيخرجوا على الله كيفاش غيكونوا تا هما يعني حنا باقي كنصناو شافين الله يدير سوي ديال الخير راه قلت لكم كاين الحج والعمره في المغرب راه اللي بغى يحج ولا يدير عمره ماشي بالضروري انه يمشي حتى السعودية راه كاينين حالات الى مشى حتى خسر غير النص ديال داكشي اللي غيخسرو في الحج ولا العمرة راه ممكن يفرح عائلات ممكن يوقف ناس من المرض ديالهم هاد السيد هذا كان رب اسره خدام بخير وعلى خير ولكن الاقدار ديال الله عز وجل الامتحانات ديالو في الدنيا وامتحان ليه ولينا كاملين امتحان ليه والمحسنين والناس اللي عندهم قدرة اللي غتسمع هذا الفيديو شوفوا واش غيتعاونوا مع هاد السيد ولا لا ملي كنسولوا الابنه الصغيره ديالو شنو خصك بنتي قالت لك خصني غي شكاره محتاجه لشكاره شكاره ما عندهمش باش يشريوها واقيلا شكاره كدير 600 ريال ولا 1000 ريال الا غلات ما عندهمش باش ياخدوها الماكلة ديالهم الخبز و اتاي وبعد الخطرات ما كيلقاوش باش يديرو اتاي كنتمنى من الله عز وجل ان هاد الميساج يوصل لقلوب المحسنين وصل لقلوب الناس اللي قادرين هاد الناس كاينين في الرباط بالضبط في الملاح كنتمناو ما تبخلوش عليهم ما تحرموهمش من المساعدة هاد الناس محتاجين للمساعدة انا كندور وتنقلب على حالات اللي محتاجة المساعدة ديال بصح كنحطها بين ايديكم انا الرسالة ديالي كناديها كنتمنى من الله عز وجل انكم حتى نتوما تاديو الرسالة ديالكم الله سبحانه وتعالى عطاك باش تعطي الله عز وجل غناك باش 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 تعاون اخر أعزائي المشاهدين الهاتف ديال هاد دي الناس أنا غادي نخليه في الفيديو كنتمنى أنكم ما تبخلوش عليهم ولو بالقليل هاد الناس في حاجة ليكم كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير وراء الكاميرا سفيان مستقيم إلى اللقاء